أينا أهلا بكم. أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الأحد مواعيد وملاعب مباريات دور 16 من كأس مصر 2021-2022، وكانت قد أجريت أمس السبت قرعة ثمن نهائي كأس مصر موسم 2021-2022. فتعالوا بنا نستعرض هذه المواعيد والملاعب التي ستقام عليها هذه المواجهات في دور 16 من كأس مصر 2021-2022. ولكن قبل أن نتعرف على المواعيد والملاعب، خلونا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ونستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. من المقرر أن تقام مباريات دور 16 من كأس مصر 2021-2022 في الفترة ما بين 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2022، ومن ثم جاءت مواعيد وملاعب ثمن نهائي كأس مصر كما يلي: 1 يوليو سيواجه المقاولون العرب الجونة في 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة، على ملعب استاد المقاولين العرب، ويلتقي سموحة وكفر الشيخ في 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت مكة المكرمة من مساء 5 يوليو على ملعب استاد الاسكندرية. وسيلعب طلائع الجيش ضد فريق منتخب السويس في 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت مكة من مساء 6 يوليو على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري. وسيخوض فريق بيراميدز وسيراميكا كليوباترا مواجهتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة من مساء 6 يوليو. وفي 6 مساء 7 يوليو يستضيف استاد برج العرب بالاسكندرية لقاء المصري البورسعيدي وإسترن كومباني. وفي 8 مساء 12 أغسطس سيلتقي MB مع البنك الأهلي على ملعب بترو سبورت، ويستقبل ملعب استاد الأهلي والسلام مباراة الأهلي ومصر المقصة في 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة من مساء 14 أغسطس. وتختتم مواجهات دور 16 من كأس مصر في 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة من مساء 15 أغسطس على ملعب استاد القاهرة بقمة الزمالك والإسماعيلي. كنت معكم حياة رمضان، وشوفكم في فيديو جديد. باي باي.